السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو كلشي مزيان. اليوم جيت ندير معكم واحد الكونفيتير ديال التمر، انتما كما كتشوفوا هنايا قدامي غنديرو، تيجي رائع. عارفين الفوائد ديال التمر بلا ما نقولها لكم كغزاله، وغادي ندير معكم هاد الوصفه هذه. ما كتحتاجوا حتى شي حاجه، كتحتاجوا غير التمر وان شاء الله الماء، ما كاين لا سكر لا حتى شي حاجه، وكيجي رائع رائع جدا. ونتمنى من الله تبقاو معايا حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا الطريقه كي كندير له. دابا غادي نقبطوا، حنا عندي واحد كيلو ديال التمر هنايا، كتخليوه بالعظم ديالو بكلشي، لان غادي تشوف واحد الطريقه. هذا غادي نقبط هنايا الكوكوط، غادي ندير فيها هذا التمر هذا. دابا بحال دابا عندكم كيلو ديال التمر، انا غادي ندير فيها جوج يطرو ديال الماء. عندي هنايا ها هو يطرو، وغادي نزيد هاد يطرو هذا، وغادي ندير العافية فوق البوطه، وغادي في الاول غيكون عنده العافيه مجهده، وفي التالي انتم غادي تبقاو معايا باش نشوفوا المراحل كامله. وفي التالي ملي تشوفوه سيغلي غتقلوا عليه البوطه وتخليوه، انتم غتبقاو معايا ان شاء الله. المهم انتم كتشوفوا جبتو هنايا فوق البوطه، كتخليوه حتى تيبقى يغلي، كتشاهدوا عليه البوطه، ملي كيغلي كتقلوا عليه البوطه وتخليوه يطيب على خاطرو واحد الساعه د المكانه ولا ساعه ونص. انتما كما كتشوفوا هو كيغلي، دابا غادي يغلي، وغادي سميتو باش تعرفوا طاب وديكشي تقلبوا العظم ديالو حتى تيولي احمر، وهذا الماء تيولي احمر ديال هذا، وكيبدا يتقل الماء ديالو مزيان، وعاد تنزولوه، فهمتيو؟ ان شاء الله انا غادي ملي قرب يوجد غادي نوريكم باش ما يطولش عليكم الفيديو، غادي نوريكم العظم ديالو كيف كان وكيف رجع. انتما كتشوفوا كي ولا هكايا، تيبقى ما تيبقاش كاع الماء بزاف، تينشف وتيطيب ديك التمر حيت مازال سخون. انتما شوفوا العظم، الفرق ما بين العظم هذا وهذا، حتى تيولي احمر هكا عاد تعرفوا بان سالا. دابا غادي نقبط واحد الصفايه، وغادي نقبط واحد الدره، غادي ندير غير الدريره، انا عندي رهيفه هكا غادي نديرها، وغادي نصفي هاد التمر هنايا، وغادي نجمع هاد الدره. المهم وتخليوه حتى يقطر، دابا راني سخون غادي نخليه يقطر. المهم اش نقول لكم، درت له انا شديت عليه في الكوكوط، الا بغيتو تغيض دغيا تزربو عليه، انا شديت عليه الكوكوط ما كملاش واحد ساعة الا ربع هو طاب صافي، وكتخليوه هكا كيقطر حتى تيقطر مزيان، ونعاود نتلاقاو ان شاء الله باش نكملو التتمة هاد الفيديو. هانتوما كما كتشوفوا دابا انا راني زربت عليه، وما لا بغيتو تخليوه يقطر مزيان، ولكن واخا تيقطر مزيان انا جبت هاد القرعه راه نقيه عندي وداكشي، وكنبك عليه هكا مزيان باش تنعصرو من ديك الماء ديالو كله كيهبط ديك الماء. هانتوما كتشوفوا انا راني دايره هذا هو اللي غادي نرجع فوق البوطه ونخليه حتى يغلي. انا انتما غادي تشوفوا معايا، تنبقى هذه الطريقه اللي ديروا الا زربتيو عليه، لان دابا سخون ما يمكنليش نباك عليه بيديا، داكشي علاش درت له القرعه باش تنعز عليه مزيان ونصفيه مزيان. ها انتما كي كتشوفوا انا حليت هذا نصفيته مزيان، شوف كي تتبقى هي ديك التفل ديال التمر هو اللي كيبقى، وهذا اللي عطاني. دابا غادي نمشي نديرو فوق البوطه ونخليه يغلي انتما معايا ان شاء الله. دابا انا جبت فوق البوطه، دابا يديكم على التحراك، ها هو دابا هذا هو الماء ديال ديك التمر، غادي تخليوه فوق البوطه قليله، ما تجدوش عليها البوطه، من الاحسن تكون عندكم الطنجره شويه ثقيله باش ما تحرق لكمش، وتخليوه تيغلي حتى تحسوا به بدا تيتقال صافي. ان شاء الله منين يغلي ويعود ويقرب غادي نرجع معكم ان شاء الله باش ما نطولش عليكم الفيديو. هانتوما كي كتشوفوا ها هو دابا تيغلي،
وكيبدا ينقص وتيبدا تينقص من الكانتيطات ديالو وكي غيبدا يتقلنا. ملي نشوفو بدا تيتقل صافي كنطفيو عليه ونخليوه يبرد وان شاء الله نشوفو تتمة الفيديو باذن الله. هانتوما كتشوفو كي جاني، انا ما بغيتش نتقلو بزاف باش ما تنبغيش تقيل بزاف، هكايا جا زوين. اللي بغى يزيد يعقدو يعقدو، راه تخليه يزيد يغلي بزاف. هذا هو القوام ديالو اللي جاني انا، بغيتو هكايا. ونتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، راه انها وصفه غزاله بزاف وصحيه وما كدير لا سكر لا حتى شي حاجه، وهي راه حلوه بالطبيعه ديالها. راكم عارفين التمر المنافع ديالو وكل شيء ديالو. نتمنى من الله يعجبكم هذا الفيديو وينال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش من التعاليق ديالكم البناءه اللي كتزيد تحفزني باش نزيد للقدام. وما تنسونيش من اللايكات والاشتراك وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاهل والاصحاب باش تعم الفائده. وشكرا على المشاهده.